مرحبا يا صغار. واو، يبدو أنكم تحملون أغراضا ثقيلة، لكن لوي سيذهب ليحضر من يساعدهم. أو مسكين تومي. لقد أتى لوي وأخبرهم أنه سينشئ هو وتومي ورشة لصنع الحقائب، فطلب منهم المساعدة. هذا أمر شيق أكيد. يبدو أن لوي يريد الاستفادة من مهاراتك تكون بالرسم لصنع تصاميم الحقائب. تايكو أيضاً يود المساعدة، لكنه كان يريد ويحلم أن يصبح مصفف الشعر. تايكو لا يجد فرقاً بين الشعر والحقائب. ماذا تنتظرون؟ اذهبوا هيا. عمل جيد يا أصدقاء. فسألهما إن كان بإمكانهما إكمال العمل لوحدهما. أكمل العمل، سأعود لاحقا. يتساءل لوي من أين يجب أن يبدأ العمل. يبدو أن تايكو يعلم ما الذي يجب فعله، فقط أترك الأمر له. يا إلهي يا تايكو، لا أعتقد أن ورشة صنع الحقائب يجب أن تبدو بهذا الشكل. إنها تبدو كصالون تصفيف الشعر. انظروا، لقد عاد تومي. ربما يجب أن يتعاون الجميع في العمل. أجل، الآن بدت تصبح ورشة صنع الحقائب. أحسنتم صنعاً يا صغار. أيها الأصدقاء الصغار، تذكروا أن العمل الجماعي يؤدي دائماً إلى أفضل النتائج. مرحباً غريس، ما الأمر؟ غريس حزينة لأنها بحاجة إلى حقيبة جديدة. مرحباً لوي، هل تريد الغداء؟ سأكون هناك بعد قليل. مرحباً أصدقاء، يبدو أنكم مشغولون. ها قد أحضرت لكم غريس الغداء. انتبهي غريس. تفضل تومي. ما الذي تفعلونه هنا؟ يبدو أنكم مشغولون جداً. تذكروا أن تأكلوا قبل أن يبرد الطعام. يشعر كتركم بالتعب والجوع مجدداً. لقد حان وقت العشاء، لذا سيتصل بغريس. انتظر، لقد وصلت غريس. لقد كان سريعاً. عرفت أنكم ستتصلون، فأحضرت الطعام على الفور. هذا لطيف منك يا غريس، شكراً. واو غريس، الأصدقاء يقدمون لك أول حقيبة يصنعونها، أليس هذا رائعاً؟ هل أعجبتك؟ نعم، إنها جميلة جداً. شكراً لكم، سأحضر المزيد من الطعام غداً. شكراً غريس، وهذا لأنني أريد حقيبة جديدة في الغد، إذا كنتم لا تمانعون. عندما تفكر بأصدقائك تظهر مدى اهتمامك بهم، هذا ما يفعله الأصدقاء الجيدون. يعلن كتكون بالبوق عن أول عرض لحقائبهم الجديدة. تعالوا وشاهدوا حقائبنا الجديدة. يجب أن يحضر الجميع، إنها فكرة جيدة. مرحباً ويلي، مرحباً توماس. كتكون أصدقاء سيعرضون حقائبهم الجديدة، يجب أن تأتوا لتتفرجوا عليها. أيها الأصدقاء، مرحباً بكم في عرض الحقائب. لنصفق جميعاً لكتكون ولوي وتايكو. واو، ما هذا كتكون؟ عرض حقيبة الخصر الجديدة مدهش. ها قد جاء لوي، إنه يعرض الحقيبة ذات الحبل. تبدو جميلة يا لوي. وأخيراً يحمل تايكو أحدث حقيبة ظهر. أحسنت يا تايكو. واو، تبدو الحقائب جميلة جداً. وتوماس يوافق ويلي الرأي، وكذلك غريس. فعلاً نجاح مبهر. أشكركم لحضوركم، ويوجد حقائب مجانية للجميع. هذه الحقائب جميلة جداً، حتى إنها أعجبت الإخوة البطاريق. شكراً لحضوركم، نراكم لاحقاً.
توماس، أعتقد أن الجميع أعجب بعرض الأزياء. لقد بدوا فرحين كثيراً. علينا أن نتعلم منهم. فكرة جيدة. أيها الأصدقاء، إذا صنعتم أشياء تريدون عرضها للجميع، اجمعوا أصدقائكم لعرض مميز. مرحباً أيها الطبيب، تومي يسألك عن رأيك بالحقيبة الجديدة. إنها رائعة، أجاب الطبيب، ولكن ليتها كانت أكبر لتسع كل الأدوية. يبدو أن تومي فهم الفكرة وسيحل الأمر. بالفعل أتى تومي للطبيب ليعرض عليه حجم حقيبة أدويته. واو، تبدو حقيبة الأدوية ثقيلة جداً. إنها ثقيلة ولا يسهل حملها أيضاً. لدى تومي فكرة، يجب أن يستعير هذه الحقيبة. يتساءل تومي كيف يمكنهم أن يحسنوا من هذه الحقيبة. أيها الطبيب، لقد جاء لوي وتومي ومعهما الحقيبة الجديدة والمطورة، جربها، إنها أخف بكثير فعلاً. سنضع فيها علب الدواء. لا تزال خفيفة الوزن وجميلة. لقد أحسنتم صنعاً، شكرهم الطبيب. ويلي يسألهم إذا كانوا يستطيعون أن يصنعوا المزيد مثلها. لكن لماذا سيستخدمها ويلي؟ يريد أن يبيعها في متجره. توماس موافق، إنها فكرة رائعة ومتأكد أنها ستباع سريعاً. إذن إنهم يصممون ويصنعون الحقائب، وتوماس وويلي يبيعانها لكل من في البلدة. فتحمس تومي للفكرة. إجراء بعض التحسينات أمر جيد، لنتمكن من جعل الأمور أفضل للجميع. يا إلهي، يبدو أن متجر غريس للحلوى مغلق. مرحباً تايكو، لماذا لم تفتح غريس متجرها بعد؟ تايكو لا يعرف السبب. ربما تشعر بالتعب، أو ربما يجب عليكم أن تذهبوا لزيارتها. هل تشعرين بالتعب يا غريس؟ يبدو أنك بخير، ولكن لماذا لم تفتحي متجرك اليوم؟ سأحضر بعض الكعك. يبدو أن أمراً ما يزعج غريس، ترى ما هو؟ ما هذا يا ترى؟ أظن أنها دعوة لحضور مسابقة خبز، لنسأل غريس عنها. غريس، هل ستحضرين مسابقة الخبز؟ ألهذا لم تفتحي متجرك؟ أنا لا أظن أنها فكرة جيدة. غريس، لدي مكالمة لك يا غريس. ترى من يتصل بغريس؟ إنه صديق لي، يريد أن يخبرك أن خبزك جيد. مرحباً غريس، أردت فقط أن أخبرك كم أحببت الخبز الذي تصنعينه. شكراً لك. يجب أن تشتركي بمسابقة الخبز. أجل، يجب أن تشتركي. حسناً، سوف أشترك. لكن من المتصل المجهول؟ يبدو صوته مألوفاً. المتصل المجهول هو تايكو. أيها الأطفال، من الجيد أن تشجعوا أصدقائكم، لأن ذلك يعطيهم الثقة لتحقيق أحلامهم. ذهب كتاكون وتايكو لتفقد غريس، ولكن المتجر مغلق، لذا قرر الذهاب لمنزلها. مرحباً غريس، كيف حالك؟ أهلاً يا أصدقاء، لقد جئتم بالوقت المناسب. جئنا في الوقت المناسب. ترى ماذا تقصد؟ ما رأيكم بهذه الكعكة؟ واو، إنها شهية. شكراً لك يا غريس. غريس، هل علمتنا كيف نصنع هذا الخبز؟ مؤكد سأفعل. أولاً تضع غريس كل المكونات في هذا الوعاء الكبير، ثم تقوم بخلطها، ثم تبدأ بالعجن. الآن أصبحت العجينة جاهزة ليتم تقسيمها لأشكال وأحجام مختلفة. والآن إنها جاهزة للخبز،
هذا كل شيء. هكذا يجب أن يبدو شكل الخبز بعد إخراجه من الفرن، يبدو لذيذاً. هل رأيتم؟ لم يكن الأمر صعباً، كما أنه لذيذ أيضاً. لقد أكل الأولاد كل الخبز، إنه لذيذ جداً، فتأسفوا لغريس، ولكنه لذيذ، لم يستطيعوا مقاومته. غريس كانت مسرورة لأنهم أكلوا كل الخبز، لكنهم يريدون المزيد. يبدو أنه من الأفضل أن تصنع غريس المزيد من الخبز. أصدقائي، لماذا لا تجربوا أنتم أيضاً صنع الخبز؟ إنه سهل جداً، ولكن أطلبوا المساعدة من أمهاتكم. المتجر مغلق من جديد؟ اذهبا إذن إلى منزلها، فربما يكون هناك المزيد من الخبز لتذوقه. يا إلهي، تبدو غريس حزينة، لكن ما الأمر؟ لا يبدو مذاق خبزي لذيذاً. لنجرب. طعمه رائع يا غريس، لكنه مالح قليلاً. لا غريس، لا تحزني، حاولي مجدداً. مسكينة غريس، ولكنك تكون يخبرها ألا تقلق، سيتمكن أكيد من إيجاد حل. لنلقي نظرة عن قرب، كل المكونات موجودة هنا. هل ستكون المشكلة في الطحين؟ تايكو، اذهب ونادي ووفي لنتأكد من ذلك. هيا يا ووفي، تأكد من الطحين، يجب أن تشمه فقط، لا تأكل. أيها المشاغب، حسناً، نعرف أن الطحين جيد. من الأفضل أن تخبئ الطحين في مكانه وتبدأي بتحضير بقية المكونات. أنت تمسكين بالملح يا غريس، هذا ليس السكر، أنت وضعت الملح بدلاً من السكر ضمن المكونات. غريس، هل بقيت طيلة الوقت تتدربين على الخبز؟ حسناً يا أصدقاء، جربوا هذه. إنها لذيذة يا غريس، هذه رائعة. بفضلكم أنتم، استطعت أن أخبز بشكل جيد. جربوا دائماً أن تفكروا في أكثر من طريقة لحل مشكلة ما قبل أن تفقدوا الأمل. أحياناً يمكن لأصدقائكم المساعدة. يبدو أن غريس جاهزة للذهاب إلى المسابقة. شكراً لأنكم بقيتم في متجري، أنا جاهزة الآن، وداعاً. نتمنى لك التوفيق يا غريس. شكراً كتكون. علينا حراسة متجر غريس حتى تعود. لكن كيف يفعلون هذا؟ بسيطة، أظن أن علينا أن نجلس ونراقب. لقد تعبت عيناي من شدة الانتباه، وأنا أيضاً، وبدأت أشعر بالملل، وأنا مللت أيضاً. لكننا وعدنا غريس أن نبقى بالمتجر. مرحباً أصدقاء، ماذا تفعلان هنا؟ ذهبت غريس للاشتراك في المسابقة، ونحن نراقب المتجر لها. ولكن ليس هذا ما قصدته غريس. تعال، غريس تريد أن تبيع لها في المتجر. عليكم ارتداء زي أولاً، وأن تبدوان ذكيين، ثم أن تحسن التصرف مع الزبائن. هذا جيد، هذا بالضبط ما عليكما فعله. أهلا بيني، مرحبا بك في متجر غريس. أهلا تايكو، ولكن أين غريس؟ لقد ذهبت للاشتراك في مسابقة الخبز، ونحن نساعدها في البيع. واو، هذا رائع، إنه كعك لذيذ. الانتباه لشيء ما لا يعني المراقبة، في الواقع يعني ذلك الكثير من العمل. أتحرق شوقاً لعودة غريس من المسابقة. أتظن أنها ستفوز بالمركز الأول؟ ربما، بل متأكد من أنها ستفوز. لما لا نصنع لها كعكة لتفاجئها عندما تعود؟ فكرة جيدة. انتبها، لا تصنع الفوضى. احذرا.
يا إلهي، ألم تنتهي بعد كتكون؟ تكاد تصبح جاهزة. تفضل، هي جاهزة الآن. أوه، صناعة الخبز ليست أمراً سهلاً. ها قد جاءت غريس. أحسنت غريس، لقد فزت بالمركز الأول. شكراً لكم، ولكن لما كل هذه الفوضى؟ مهلاً مهلاً غريس، لقد أراد مفاجأتك. لقد انتهى الخبز. شكراً لكما. ما رأيك بالكعكة يا غريس؟ سأتذوقها أولاً. أظن أنها لذيذة جداً. شكراً لمساعدتكم لي. لا عليك. تايكو، ترى ما طعم الصداقة؟ دعنا نتذوقها. يا إلهي، ما رأيكما بتذوق الكعكة التي صنعتموها؟ أنا لا أتذوق طعم الصداقة. عندما تصنع شيئاً ما لصديقك من قلبك، فإنك تضيف فيه طعم حلاوة الصداقة. مرحباً كتكون، كيف حالك اليوم؟ هل ستشاهد الرسوم المتحركة المفضلة لديك؟ هذه المثلجات التي أحبها، كم هي لذيذة! البرنامج السنوي على وشك أن يبدأ، لنشاهد! انظروا، إنه سنوي، إنه يرينا بعض حركاته الرائعة. أحسنت سنوي. أوه، يبدو أن أشعة الشمس حارة جداً. يا إلهي، مسكين سنوي، بدأ بالذوبان. يا إلهي، لقد ذابت مثلجاتك أيضاً كتكون. أوه لا، مثلجاتي، يا لها من فوضى. كيف حدث ذلك؟ من الأفضل أن تذهب لتغسل يديك قبل أن يذوب ما تبقى منها. كيف ذابت مثلجاتي؟ يجب أن أعرف المزيد حول هذا الأمر. هل ستقوم بأداء تجربة بمكعب الثلج؟ أوه، انظر كتكون، إن مكعب الثلج يبدأ بالذوبان عندما تتركه في الخارج. ربما هذا ما يحصل للمثلجات أيضاً. إذن عندما نترك المثلجات أو حتى سنوي في الخارج في يوم حار، سيبدأ بالذوبان. الآن أظنك فهمت. الآن أصبحت أعرف أنه يجب أن آكل المثلجات بسرعة قبل أن تذوب. رائع كتكون. أيها الأطفال، إذا كنتم تجهلون أمراً ما، لا مانع من أن تقوموا بأداء تجربة حوله لتعرفوا الإجابة، تماماً مثل كتكون. مرحباً كتكون، هل تريد أن تشتري المثلجات في هذا اليوم الحار؟ شكراً توماس. يا إلهي، إنها تذوب بسرعة. مرحباً مومو، إنه يوم حار، أليس كذلك؟ يا إلهي، كتكون، يبدو أنك تشعر بالحر، هل أنت بخير؟ مرحباً، أحسنتم، عليكم أن تشربوا الكثير من الماء في يوم حار كهذا. ها قد جاء كتكون وهو يشعر بالحر الشديد. أصدقائي، هل لديكم أي شيء لأشربه؟ ولكن لم تبقى أي قطرة. أولا، كتكون، مسكين، لقد أصيب بضربة شمس ويجب أن يأخذ هذه الحقنة ليتحسن. كتكون، لقد حل فصل الصيف وعليك أن تكون مستعداً قبل أن تخرج من المنزل. يجب أن تلبس قبعة ونظارات شمسية وأن تحمل مظلة معك، ولا تنسى علبة الماء. كتكون، مستعد للخروج الآن؟ ماذا لديك؟ واقي الشمس؟ نظارات شمسية، مظلة. أحسنت كتكون، الآن لن تتعرض لضربة شمسية. أوه، ماذا لديك هناك؟ أجل، ولديه علبة ماء أيضا. أيها الصغار، تذكروا أن تستعدوا جيدا لفصل الصيف،
وإلا ستصابون بضربة شمس مثلك تكن.